أنا خل أعقب بعض الشيء في البداية. اتفضل. يعني بالآونة الأخيرة، هاي الست شهور الأخيرة، أكو كلمتين من تذكريها تسبب حساسية عند الطرف الآخر، اللي هي الحكمة والحشد. من نذكرها نحس الطرف الآخر عنده حساسية، يصير فد شيء معين تجاهها، يبتكر آليات أو أمور تجاه هاي الطرفين، ما نعرف شنو أسمعين بها أصلا قبل. هذا أمر. الأمر الآخر موضوع احتواء إخواننا التشرينيين. وشنو موضوع احتواء الأخوة التشرينيين؟ بالنسبة أن إحنا حزب واضح صريح، هم ساهموا بأحزاب، ذهبوا بأحزاب، ممثليهم هسموا الكل، أكو البعض منهم ما كان لهم من يصعدون لهذا الوضع الموجود حاليا اللي ما مثلوه بالصورة الصحيحة. أنا المقاطعة، أنا بوضعي كاحتواء بتحدثت لهم يا أخوان روحوا شاركوا بالعملية السياسية وانتخبوا وجيبوا مقاعد، ومبروك عليكم اذا اقصيتونا اقصونا هماتين، ان نعرف نفسنا يجوز احنا خطا على وضع معين مو صحيح في اداره الدوله. امضوا انتم، شنو مو عراقيين؟ شنو اللي راح يسوي؟ حتقتلونا لو حتذبحونا؟ ما بيه شيء، روح امضوا، هذا قانون ودستور موجود، جيب مقاعد وامضي. الله وياك، روح شكل حكومه، ادعم، ساند، تحالف، هذا عمل سياسي ما بي لا حرج ولا بي فد شيء ولا في حياء تجاه مواضيع معينه تخص العمل النيابي. احنا قصتنا ما نحتوي، لان انا حزب واضح، واضح المعالم، حزبي واضح وكياني السياسي واضح، ليش اضحك على شعبي واحتوي على اشخاص او اسوي امور جديده او ابتكر امور جديده انا دا اضحك بها على الشارع العراقي؟ خب هاي مثل ما وصفون الاخ، انسلخنا من هويتنا الاسلاميه، هسه احنا صرنا هندوس يعني بهذا العمل الجديد، هاي جديده، هاي الاطار مثل ما هاي جديده يعني، هاي جديده، احنا مرفوضين الاطار، ويصير ليله المدني. انتخاب رئيس الوزراء على ليلة انتخاب رئيس الوزراء، انا ما اعرف، يمكن سيد عمار نازع العمامه قبل الانتخابات وبعد الانتخابات رجع لبسها، هذا مو عيوني ست سحر. احنا عندنا امور مهمه نتحدث بها. المهم